عقد مجلس النواب جلسته الرابعة من دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي السادس. وفي مستهل الجلسة رفع معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أسماء آيات التهاني وعظيم التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة الذكرى 26 لتأسيس الحرس الوطني، ومؤكدا معالي على أن هذه المناسبة تمثل محطة هامة لاستذكار المنجزات المشرفة لهذا الصرح الشامخ ودورها الهام في الدفاع عن الوطن والمحافظة على وحدته وحماية مكتسباته ومسيرته الحضارية، واستحضار المستوى العالي لمنتسبي الحرس الوطني وما يقومون به من جهود جليلة وتضحيات رفيعة في سبيل أداء واجبهم السامي. ووافق مجلس النواب في جلسته على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2022 بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، ويستهدف التعديل المحافظة على الخبرات والكفاءات القانونية من أعضاء المحكمة الدستورية. كما وافق المجلس في ذات الجلسة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 2006 بشأن شعار مملكة البحرين، وذلك لما يمثله شعار مملكة البحرين من مكانة تعبر عن كيان الدولة وهويتها وذاتية وكيان وتاريخ وحضارة الشعب الكريم. تم استعراض مرسومين صادرين من جلالة الملك، المرسوم الأول خاص بتشكيل المحكمة الدستورية وتجديد المدد، وتم الموافقة عليه بالإجماع من قبل أعضاء المجلس. المرسوم بقانون الثاني خاص بالشعار مملكة البحرين، وهذا الشعار لطابع دولي وطابع محلي يعكس وجه المملكة، فتم الموافقة عليه بالإجماع.